الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت عن نجاح 160 عملية جراحية، وده ضمن مبادرة عشان صحتك مفيش انتظار، موجودة في مجمع الإسماعيلية الطبي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة والنتائج اللي حققتها حتى الآن من الدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح الخير على السادة المشاهدين، صباح الخير على كل مصر. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف في البداية تفاصيل عن المبادرة، عن ما حققته لحد دلوقتي. خليني بس أدي فكرة بسيطة سريعة كده عن المجمع الطبي بالإسماعيلية. مجمع الطبي أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية زي ما حضرتك ذكرت. طبعا احنا تشرفنا بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع في 16 فبراير 21، واتضمت المستشفى لهيئه الرعايه الصحيه في شهر مايو سنه 21. طبعا سريعا كده المؤشرات اللي تمت خلال الفتره الماضيه من افتتاح الرئيس حتى الان، احنا في قسم الطوارئ على سبيل المثال استقبلنا 1175000 متردد لخدمات الطوارئ والاعداد الخارجيه، استقبلنا 145000 متردد، والفحوصات المعمليه عملنا 215000 فحص معملي، والتصوير الطبي قدمنا 95000 فحص تصوير طبي، والعمليات اللي احنا عملناها فتره اللي فاتت منذ افتتاح السيد الرئيس حتى الان 12000 عمليه جراحيه، وده رقم طبعا كبير جدا ما بين عمليات متوسطه وصغرى وكبرى وذات مهاره وطبع خاص وعمليات متقدمه. اجرينا عمليات متقدمه وذات مهاره وتتعمل لاول مره من خلال هيئه الرعايه الصحيه ومشروع التامين الصحي الشامل، عملنا 4374 عمليه جراحيه متقدمه. زي ما حضرتك ذكرت احنا الهيئه العامه للرعايه الصحيه اطلقت مبادره اسمها علشان صحتك مفيش انتظار. طبعا زي ما واضح من اسم الحمله هدفها ان كل العمليات الجراحيه المؤجله او اللي هيطول انتظارها عشان المواطن يحصل عليها نقدر نجريها للمواطن بشكل سريع. طبعا هي اطلقت في اكتوبر الماضي وبالتحديد كان يوم 6 اكتوبر سنه 21، والحمله مستمره حتى الان، والغرض من الحمله زي ما قلت لحضرتك هو توجيهات هيئه الرعايه الصحيه بقياده الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس الاداره، طبعا في ضوء تنفيذ تعليمات القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانهاء قوام الانتظار في محافظه الاسماعيليه. طبعا ده تخفيف على كاهن المريض المصري، طبعا عشان سرعه الاجراءات والتدخلات الطبيه بما يضمن ان المواطن يحصل على حياه صحيه سليمه، طبعا تتسق مع رؤيه الدوله المصريه في توفير حياه كريمه لكل المصريين وبالذات في محافظه الاسماعيليه. طب يا فندم حضرتك ذكرت انه مجمع طبي كامل يعني، والمبادره بتشمل، هل المبادره بتشمل كل التخصصات؟ صباح الخير يا استاذه بسام. صباح الخير على طبعا زي ما حضرتك قلتي المجمع الطبي هو اكبر مستشفى من مستشفيات هيئه الرعايه الصحيه حتى الان في الثلاث محافظات اللي انطلق فيهم منظومه التامين الصحي الشامل. مستشفى قوتها السريريه 350 سرير، احنا بنعتبرها داخل هيئه الرعايه الصحيه هي مدينه طبيه متكامله. كل التخصصات الطبيه الحمد لله متواجده داخل المجمع الطبي الاسماعيليه بشكل قوي جدا، اجهزه متطوره واحدث التكنولوجيا في التشخيص وفي العلاج، وامهر واكفأ الكوادر الطبيه في جميع التخصصات. المبادره طبعا شملت التخصصات يعني المبادره يا فندم بتشمل مثلا عمليات خلينا نقول قلب مفتوح، مناظير، الحاجات دي كلها. انا اقول لحضرتك الانف واذن، احنا اشتغلنا على عمليات الانف واذن كان عندنا في قوائم انتظار، جراحات الاطفال وحديث الولاده، الجراحه العامه، وجراحات القلب وجراحات العظام، مناظير العظام، وجراحات العيون وقسطره القلب. طبعا كان عندنا في ويتنج ليست في قسطره القلب. الحمد لله في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دلوقتي اي مواطن داخل محافظه الاسماعيليه يحب يعمل قسطره قلب اللي هي ممكن في القطاع الخاص تقعد ممكن في اسبوع او اثنين عشان المواطن يقدر يحصل عليها بتكلفة عاليه جدا، دلوقتي في المجمع يقدر المواطن يحصل يعمل القسطره بتاعته في نفس اليوم طبعا دون تحمل اي اعباء ماليه اطلاقا. طبعا من التخصصات الثانيه اللي احنا قلنا شغالين عليها جراحات المخ والاعصاب، واحنا ان شاء الله خلال الاسبوع ده برضو مدخلين اكثر من 50 جراحه عظام للمواطنين محافظه الاسماعيليه للتمتع بالخدمات الصحيه للهيئه العامه للرعايه الصحيه. طيب عايزين نعرف ايه هي العمليات المتقدمه كمان عشان لو الناس بتسمعنا دلوقتي، ايه العمليات اللي هتكون موجوده عندكم؟ ايه العمليات اللي اول مره تتعمل عندكم عشان برضو لو حد عايز يعرف والوضع قبل كده كان عامل ازاي؟ طب انا خليني اقول لحضرتك ان انا كنت ماسك مدير المستشفى دي سنه 2017، يعني من حوالي 4 سنين او 5 سنين. عظيم. طبعا في فرق رهيب جدا ما بين الفتره اللي من 5 سنين وبعد تدشين مشروع التامين الصحي الشامل واحنا بنسميه مشروع القرن. التخصصات التي ادرجت حديثا طبعا زي جراحات القلب، طبعا مستشفى الاسماعيليه العام سابقا الان تسمى المجمع الطبي ما كانش بيتم فيها غير الجراحات البسيطه اللي هي العامه زي جراحات الانف والاذن، اللوز، استئصال لحميه، كسور العظام، الجراحات العامه البسيطه. لكن دلوقتي لا، احنا بقينا بنشتغل جراحات متقدمه زي جراحات القلب، جراحات الاورام، جراحات التجميل، جراحات المخ والاعصاب، وجراحات حديث الولاده. كل الحالات دي كانت بيتم احالتها قبل مشروع التامين الصحي الشامل الى المستشفيات الجامعيه او الى اقرب محافظه زي مثلا القاهره او جامعه الزقازيق. لكن الحمد لله دلوقتي ما فيش مواطن من داخل محافظه الاسماعيليه تم احالته الى خارج المحافظه،
كل التخصصات دي متوفره داخل المجمع الطبي، وبيقوم باجراء جراحات اكبر الاساتذه في جميع الجامعات المصريه والمعاهد التعليميه. يتم استقطاب الكوادر طبعا، ده توجه الهيئه العامه للرعايه الصحيه ان احنا نقدم خدمه ذات جوده عاليه وبكفاءه محترمه وفقا للبروتوكولات وفقا للجايد لاينز العالميه، وده الحمد لله تم بشكل كبير. ونسبه رضاء المنتفعين في محافظه اسماعيليه بعد تدشين المنظومه احنا تخطينا 95 و96% نسبه رضاء المنتفعين، وده من احد المحاور اللي بتشتغل عليها الهيئه العامه للرعايه الصحيه. طب دكتور قطب، محتاجين وقت قد ايه عشان ننهي كل قوائم الانتظار للعمليات الجراحيه؟ انا عايز اقول لحضرتك استاذه بسنت ان احنا بالفعل احنا كل شهر او شهرين بننهي على قوائم الانتظار، لكن نظرا لثقه المواطن الاسماعيلاوي في الخدمه المقدمه في مستشفى حكومه كان اسمها المستشفى الاسماعيليه العام او المستشفى الاميري كما كان يطلق سابقا الى المجمع الطبي، في تردد وفي فلو عالي جدا من المواطنين، وفي اقدام عالي جدا علشان الناس بدات تثق في الخدمه، فكل فتره بيحصل في تراكم بعض الحالات بس ما بقاش كثيره، واحنا بنشتغل عليها والحمله مستمره الى ان يتم القضاء تماما على كل الحالات. احنا النهارده في تخصصات عندنا ما فيهاش ويتنج ليست زي ما قلت لحضرتك، قسطره القلب يعني مستشفى من المستشفيات في مصر ما فيهاش ويتنج ليست قلب، ده حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده. يعني انا بقول لحضرتك والعمليات الجراحيه زي جراحات القلب كده برضو ما عنديش ويتنج ليست. المواطن الاسماعيلاوي دلوقتي اللي هيجي المجمع الطبي علشان يعمل قسطره تشخيصيه او تركيب دعامات وبالونات في القلب اللي هي بتتكلف في القطاع الخاص من 60 ل 70 ألف جنيه، وممكن يعملها خلال اسبوع او اثنين، احنا نقدر نعملها في المجمع الطبي خلال يومين، نحضر المريض وندخله، ما بيدفعش اي فلوس تماما، الدوله متحمله التكلفه تماما. اذا كان في بعض المساهمات البسيطه، طبعا الامراض المزمنه زي قسطره القلب بتبقى معفاه تماما من حتى المساهمات البسيطه اللي بيتم دفعها. طيب عظيم دكتور، مرحله ما قبل العمليات، مرحله الكشف، الكشف الدوري، المتابعه، التحاليل، كل الكلام ده عايزين نطمن عليه من حضرتك. تمام، هو الدايره بتاعت المريض داخل الهيئه العامه للرعايه الصحيه بتعتمد بشكل اساسي على ان المريض بيتم توقيع الكشف عليه في الرعايه الاوليه او الوحدات والمراكز، اقرب وحده او مركز طبي تابع للمواطن، بيتم احالته على حسب التخصص اللي هو محتاجه من داخل الوحده والمركز عن طريق طبيب الاسره الى المجمع الطبي. وليكن مثلا لو في مريض بيعاني من مشكله في القلب ويحتاج الى تدخل قسطره قلبيه تشخيصيه، بيتم حالته من طبيب الاسره الى المجمع الطبي عن الى عياده القلب، يتم توقيع الكشف ليه عن طريق الاستشاري. الموضوع ده ما بياخدش وقت اكتر من يومين بالكثير قوي، بيتم توقيع الكشف عليه داخل المجمع الطبي الاسماعيليه، وتم عمل الفحوصات الطبيه والمعمليه وموجات القلب ورسم القلب، ويتم احالته الى القسطره في خلال 24 ساعه بتكون اجرينا القسطره تركيب الدعامات اذا لزم الامر. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل استفتاء دايما داخل هيئه الرعايه الصحيه عن رضاء العميل او رضاء المنتفع. ده مهم جدا. احنا كنا الاول بنسمي العميل بتاعنا او المواطن اللي بيدخل يكشف كنا بنسميه المريض، الحمد لله المصطلح ده بلاش نستخدمه في الرعايه الصحيه، بقى بنقول عليه العميل او المنتفع، والحمد لله احنا دلوقتي بقينا وصلنا الى نسبه رضا زي ما قلت لحضرتك تتخطى 95 و96%. طبعا في هيئه دلوقتي اسمها هيئه الرقابه والائتمان، هي اللي بتتابع جوده الخدمات الصحيه داخل المستشفيات الحكوميه، والهيئه دي غير تابعه لهيئه الرعايه وغير تابعه لوزاره الصحه، هي هيئة بما يضمن طبعا مهمتها الاشراف على المستشفيات اللي موجوده داخل التامين. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي التابع للهيئه العامه للرعايه الصحيه بالاسماعيليه، شكرا جزيلا ليك.